يقول السائل: في قول الصحابي رضي الله عنه حذيفة، قوله: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يقول: هو لم يقع في الشرك الأصغر، في الشرك الأكبر، بل هو شرك أصغر، فما التوجيه في ذلك؟ أي نعم، التوجيه هي ذلك، أن هذا الشرك، ومن مات على الشرك لا يصلى عليه. ولا تفصل، لا تفصل في هذا. نعم.